which allow يعني اكثر شيء يسمح انه هو بالريفلكشن اكستنشن اكو موفمنت ميديال ان لاتيرال روتيشن بس سمول البرسنتج اوف ذا ميديال لاتيرال روتيشن ار ذا هيب ني جوينت المين اللي موفمنت هي ريفلكشن ان اكستنشن وش عندنا بالني جوينت عندنا يتكون من ارتكليشن بين ذا باتيلا فيمر ان تيبي هذا الني جوينت هذا فيمر هاي التيبيا وهاي الباتيلا اذا كم جوينت عندي في فيمر وذ تيبيا والتباتيلا وذ فيمر الارتكليتد اوكي بس هذا كواد شوف حفظ هذا الرسم هذا كواد اساس فيمر ستاندن هاي الباتيلا هذا الباتيلا ليجمنت اللي هذا شنو يدد من اللي حكينا بالمحاضره مال المصب الفيمر سيف... كواد اساس ستاندن يتصلون وين بالباتيلا موجود داخل داخل ال... التندن زين وش يجين بعد بيتصل باتلة الباتلة اللي قامت يربط لنا الباتلة بالأبر تيبيا للسباين أوكي هذا الـ رامي يروح لنا الـ surface of the knee joint هذا شنو هذا؟ التيبيا هذا الـ part of the femur اللي هو inferior surface of the articular surface of the femur اللي هو عامل articulated with the upper surface of the tibia يكون الـ knee joint وهذا

قنا the hip joint weight bearing وبعد other joint اللي هو weight bearing يعني هو the knee joint زين other joint or weight bearing هو شنو the knee joint the tibia femur knee tibia femur joint is the weight bearing يعني هو اللي يح هم يشترك في حمل من وزن الجسم in the knee joint the patella femoral joint allows the tendon of the quadriceps femur the main extensor of the knee to be inserted directly over the knee and increase the efficacy or efficiency of the muscle يعني شنو وظيفة الباتل في المرجونة وشنو وظيفة التيبيا في مرة جوينت التيبيا في مرة جوينت اللي هو جونت وظيفته ويت بيرنج يعني شنو الوزن of the body وظيفة, وظيفة أو فانكشن أو ذا في جوينت شنو وظيفته أو فانكشن ما يسمح لنا allow the tendon أو the quadriceps في ما بالدايجرام يسمح لنا أو يلاو the tendon of في مرة. اللي هو main of the knee joint شنو تو directly over the knee.

And serve as stabilizing structure that reduced a friction force placed on the femoral condyle. Both joint surface align with the hiring cartilage. that like when fibro articular cartilage, cartridge had hiring cartridge then cover my The hip joint cartridge hiring cartridge both joint surface aligned with the hyaline cartilage and enclosed within the single joint cavity. شنو هذا 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 شو يقول باتله موجوده داخل الكوادرسيف في مرس فشنو وظيفته؟ تسوي لنا في اللكرم يعني زودنا لنا قوه الاكسنسر ميكانزم اوف ذا knee جوينت وش تسوي لنا بعد؟ وتحافظ لنا على ستيبلايزنج ستراكشر تحافظ على

لاين محاطه بالهيلين كارتلج وذن الاثنين جوينت متصلين كافيتي واحد ضمن جوينت واحد او كافيتي واحد The neurovascular supply to the knee joint. The blood supply to the knee joint is through genicular anastomosis. Genicular anastomosis, semi, the supply around the knee, which are supplied by the genicular branch of the femoral and the popliteal artery. يعني من السبلاي للني جوينت تمين يجينا من الجينيكولر برانش اسمه جينيكولر برانش يطلع لنا من الفيمر ارتري والبوبيتال ارتري اذا يسوي حلقه من البلاس سبلاي ويزود لنا يطلع بلاس سبلاي للني جوينت النير سبلاي of the knee joint according to the Hilton's law اكو هذا القانون يسمونه قانون هيلتونز از شنو هذا القانون شو يقول؟ is by the nerve which supply the muscle which cross the joint these are The femoral tibia and common femoral, femoral the nerve. شنو معناها؟ هذا قانون هالتين قانون هالتين سموه. يقول المصل اللي تعبر النه الني جوينت النيرف اللي يزود النه هو نفسه يزود الني جوينت واضح؟ مو احنا عندنا سني جوينت وعندنا اكو مصل تعبر فوقه شكو مصل تعبر فوق هذا الني جوينت النيرف سبلاي ما هاي المصل نفسه يعطي نفسه سبلاي للني جوينت هاي يسموه هالتين لو فبلاست سبلاي اوف ذا او النيرف سبلاي اوف ذا ني جوينت يجي من يجينا من الفيمر نيرف تيبيال اند كم فيبرال نيرف نفس يعني مو احنا مستعمل قلنا على النيرف سبلاي اوف ذا هيب جوينت من يجي من السياتيك والفيمر والابتريتر نيرف نفس هذا هم هسه الني جوينت من يجي من الفيمر نيرف التيبيال اند كم فيبرال نيرف فيها برانشات مال السياتيك نيرف لان السياتيك نيرف من يوصلنا للني جوينت ما يستنبع السياتيك نيرف ينقسم قسمين تيبيال نيرف والكمر فيبرال نيرف فاذا اثنين هم تزود لنا الني جوينت يعني احنا بالهب جوينت نسميه سياتيك نيرف بالني جوينت لا ما نسميه سياتيك نيرف لانه الحين قسم فش نسميه تيبيال ان كمان فيبر نيرف واضح نجي هسه بالني جوينت عندنا بعد موجود عندي عندنا من سكاي ذا ميديال and lateral من سكاي ار فايبرو كارتل ستراكشر ان ذا ني ذات سيرف تو فانكشن فايبرو موجود داخل النهايه مسكس هو عباره عن فايبرو كارتج موجوده داخل الني شنو وظيفته؟ What is the function of the meniscus؟ أولاً، to deepen the articular surface of the tibia. يعمقن articular surface of the tibia. thus increase stability of the joint. high or low function. يعمق articular surface of the tibia. will help increase stability of the knee joint. بعد وظيفة الثانية المنسكاس، to act as shock absorber. by increase surface area to further dissipated force. وظيفة الثانية شنو؟ يمتصن الشوك يعني يمتصن القوة يعني واحد من يركض من يغمز من مكان عالي شنو ما يصير حتى بون على بون ضرب هو يساعدنا فراكشر كسر العظم فشو يسوي هذا الامسكس ابزورب يمتص يمتص القوه مال ال... مال مال الشوك او يعني ما تعبير القوه اللي تتسلط على البون راح تمتص او تتقلل باي الامسكس باي الامسكس اوكي اذا سديب ان شوك ابزوربر they are c shape شو يكون شكل <سؤال> هذا المسكس؟ عبارة عن حرف C. c shape And attach at the both end to the intercondylar area of the tibia. مو احنا مو قلنا c في c في فيتصل وين؟ At attach at the both end of the intercondylar area of the tibia. اكو رسمة لكم بالرسم. انا اتاش مادة In addition to the intercondylar attachment, the medial meniscus is fixed to the tibial collateral ligament on the joint capsule. Damage to the tibial collateral ligament usually results in the medial meniscus tear. The lateral meniscus is smaller and does not have any extra articular extra attachment. ذلك rendering it fairly mobile. شنو معناها هالجملة؟ يقول عندنا هو شنو المسكس عبارة عن يكون عن عندنا ميديال مسكس ولاترال مسكس يكون شكله عبارة عن سي شيب مثل يشبه حرف السي يتصل على the both end on the intercondylar area زين بالاضافه الى هذا الانتركدالين الميديال منسكاس اتاتش ويا من وذ الميد التيبير كولاتر ليجمنت والكبسول لذلك يصير عندي دمج بالتيبير كولاتر ليجمنت راح يصير عندي دمج بالمنسكاس تير اللاتر منسكاس يكون اصغر من الميديال وما بي اتاتش للكولاتر ليجمنت لذلك يكون هو اكثر موبايل من الميديال منسكس عرفت هسه يعني ميديال منسكس ليست موبايل يكون مور فيكست اقل حركه من اللاتر منسكس ليش؟ لان الميديال منسكس هو أت... بالاضافه للاتش من الانتر اريا عندي اتاش من للتيبر كولاتر ليجمنت والسكبسول بينما اللاتر منسكس ما بي بس الانتر كودال اريا ما بي اتاش لل للتيب... للكولاتر ليجمنت وهذا هسه رسم راح اوضح لكم اياه يعني. شوفوا هسه هذا الني جوت فروم ذا بوستر اسبكت يعني هذا شنو من الخلف هذا الميديال مسكس وهذا اللاترال مسكس زين هاي من البوستر وين يتستن بالانتر كوندال هنا هاي منطقه اسمها انتر كوندال فروم ذا انتريور اند ذا بوستريور الميديال مسكس وين بعد بالاضافه للانتر كوندال اريا اتاشمنت انتر كوندال وين اتاش للتيبيال كولاتر ليجمنت على التيبر كولاتر ليجمنت وين عندها ستو اتاشمنت كوندال اريا والتيبر كولاتر ليجمنت بينما اللاترال مسكس بس في كوندال اريا ماكو اتاش بينه وبين اللاترال كولاتر ليجمنت لذلك هذا يكون مور فيكس هذا يكون مور موبايل من يصير عندي دمج باللاترال بالتيبر كولاتر ليجمنت هذا راح يصير عندي هم دي دمج بالميديا بينما هنا يصير عندي بالدمج باللاترال كولاتر ليجمنت ما يصير عندي دمج بال lateral meniscus واضح وهذا كنا عليه إحنا ممكن عليه C shape line C shape المسكس هذا شوف منثل حرف C هذا الميدل المسكس وهذا lateral meniscus منثل حرف C زيان شو عندي؟ عندي Attached to the intercondylar area هاي اللي يسمي هاي الarea هاي الintercondylar area anteriorly وهذه posteriorly وين تستصل؟ هنان It's attached to the each end to the intercondylar area يعني هاي end وهذه end هاي end تتصل بال posterior intercondylar area وهاي تتصل بال anterior condylar area ونفس الشيء لا meniscus and be both end C shape each end attached to the intercondylar area هذه ال الانتر... inter anterior intercondylar area وهذه ال posterior intercondylar area نجي هسه على البيرسه الهيب جوينت ما عندنا بيرسه نجي على البيرسه of the knee joint بيرس استاينوفل فلوت فيلت ساك قلنا عبارة عن كيس مملي بساينوفل فلوت موجود وين فاوند بتوين مونك ستركتشر ان ذا جوينت وين موجود بالستركتشر المتحركة داخل الجوينت الام شنو فائدة البيرس Reduce Reducing wear and tear on the on this structure. It الاحتكاك lift the between this structure. there are four bursae found in the knee joint how many bursae are in the knee joint عندنا four bursae أول واحدة subra patellar bursae this is an extension of the synovial cavity of the knee located between the quadriceps femur femurs and the femur subra patellar bursae عباره هي يعني عن امتداد of the synovial cavity of the knee joint يعني تتصل subra patellar bursae with joint with joint with knee joint اتصال عين امتداد وين knee joint with synovial cavity of the knee joint وين موجوده؟ <applause> موجوده between the quadriceps humerus tendon and the femur bone. هاي الأولى. الثانية عندنا البيرسا، Pre-batillar bursa وين موجودة؟ فاوند بيتوين ذا ابيكس اوف ذا باتل اند ذا سكين. تتذكرون احنا باتل ايش قلنا؟ احنا قلنا عبارة عن ترينجل، رجل شيب. القاعدة مالت البيز وين superiorly والابيكس وين inferiorly. فهاي البري-batillar bursa وين موجودة؟ بيتوين ذا ابيكس اوف ذا باتل يعني, يعني بيتوين قمة الباتل اللي هي inferiorly انا سكن الثالثه عندنا نفرة باتلر بيرسا نفرة باتلر بيرسا سبلت انت تو انت ديب ان سوبرفيشال يعني نفرة باتلر عندنا ديب نفرة باتلر بيرسا وعندنا ديب سوبرفيشال نفرة باتلر بيرسا ذا ديب نفرة باتلر بيرسا وين موجوده بتوين ذا تيبيا اند ذا باتلر ليجمنت والسوبرفيشال وين موجوده لا بتوين ذا باتلر ليجمنت اند ذا سكن

شنو اللي قامت عندنا في النجاة كم اللي قامت موجودة عندنا؟ أول شيء باتل اللي قامت شفنا هو الـ Continuation of the quadriceps femoris. Distal to the it to the هاي قامت عليه اللي هو هو الـ Continuation of the quadriceps femoris. يعني quadriceps femoris وين يجي يتصل وين بالباتلة اللي هي موجودة ضمن quadriceps femoris والباتلة وين تتصل؟ هذا اول باتر ليجمنت عندنا الكل هاي وين موجود بالانتيريور اوف ذا ني جوينت كولاتر ليجمنت وين موجوده على الميديال واللاتر عندنا ميديال كولاتر ليجمنت واللاتر كولاتر ليجمنت تو ستراب لايك ليجمنت ذي اكت تو ستابلايز ذا هنج موشن اوف ذا ني بريفنت اكسسيف ميديال او لاتر موفمنت عباره عن أشر شريط زين هذا الكولاتر ليجمنت شو تسوي لنا هذا شنو وظيفته يحافظنا او يزيدنا يحافظنا على stability of the knee joint in and lateral direction of the movement of the knee joint to prevent excessive medial and lateral movement of the knee joint عندنا اول الكولاترال هو نسميه tibial او ميديال كولاترال ligament الاسمين اما يجيك عم تعال اما سمي tibial collateral ligament او اقول لك ميديال كولاترال ليجامنت بنفس الاسم شلون يكون وايد ان فلات عريض ومسطح وايد ان فلات ligament

ثينر أن راوند نحيف ودائري ذاك عريض ومسطح ثينر أن راوندر لذا تبركلاتر. this attaches proximally to the lateral epicondyle of the femur distally it's attached to the depression أكو على femur على depression surface على هو مكان اتصال this ligament. هذا إني هذا ميديال ان لاترال كولاتر ليجمنت هسه ايش صار عندي باتل ليجمنت والكولاتر ليجمنت عندنا ميديال كولاتر ليجمنت واللاترال كولاتر ليجمنت بعد ايش عندنا بالليجمنت موجود عندنا بالني جوينت هو كروشيت ليجمنت كروشيت ليجمنت شو معنى كروشيت ليجمنت كروشيت معناها كروس كروشيت كلمه لاتي لاتينيه بالانجليزي معناها كروس يعني الليجمنت المتعاقبه نسميها هاي كروشيت ليجمنت كروشيت لاتيني بالانجليزي اسمها كروس الكروس معناها متعاقب

والبوستريت تو ذا وستر انتركندال ريجن نفس الانتركندال ريجن هاي شتي هم شو يتصل بها؟ بروح ليجمنت فاذا هسه الانتركندال ريجن عندك كم اتصال بها؟ عندنا اتصال المنسكس وعندنا اتصال وين؟ للتيكروشيت التيكروشيت وين تتصل؟ اتاتش ذا انتركندال ريجن اوف ذا تيبيا وير ات بلانت وذ ذا ميديال منسكس يعني وين يعني نفس الاتصال ما تتصل وين المنسكس؟ اتسينت بوستيريالي يصعد بوستيريالي ان بوستيريال داكشن تو اتاتش تو ذا فيمر ان ذا يعني وين هسه انتر كروشيتي جيمت هسه عندنا صوره نراكم وياها يعني. يتصلنا من بالتيبيا بالانتر, بالأنتر بالانترير انتر كونديلر ريجن ويا من نفس المنطقه اتصال ميديال ميسكس وين يصعد بوستيريالي ويتصل وين بالفيمر وين بالفيمر بيا مكان الفيمر بالانتر كونديلر فوسي تذكرون فيمر عندنا انتر كونديلر فوسي بال

هاي المفروض تكون دكتور جمال التيبيا الانتومي اوف ذا تيبيا التيبيا ريمون بها انتر كوندال ريجن بها بها انتر كوندال ريجن وبوستير انتر كوندال ريجن حكينا لهم سعوني سكس بوستير كروشيت وين اتصل بالبوستير انتر كوندال ريجن اوف ذا تيبيا بينما الانتر كروشيت بالانتر من اسمه انتر انتر كوندال ريجن بوستير كروشيت Ascend anteriorly to the attached.

بالانتركوندايل فوس اوف ذا فيمر هذا هو الانتيريا كروشيت ليجامنت البوستيريا كروشيت هذا اللون الاصفر منين يجي؟ يجي من البوستيريا يعني هذا صاير خلف ال كروشيت يجي من البوستيريا انتركوندايل ريجين وين يصير اسندنت anteriorly وين يجي الانتيريور ميديال اسبكت اوف ذا فيمر condyle لذلك شوفوا هسه شلون متعقبات واحد عكس الثاني لذلك يسمى Cross Ligament أو كروشيت Ligament واضح؟ Movement of the knee joint آخر شيء، خلصنا آخر شيء بالموضوع هذا There are four main movements that the knee joint permits أربع حركات يسمح لنا الني جوينت بها أول شيء extension of the knee joint يعني mid extension of the lower in straight line position

من اقول لك ميديال روتيشن اوف ذا ني جوينت برودوس باي هامسترينج مسل تقول لي صح خطا قول لي خطا ليش؟ لان هامسترينج مسل تتكون من ثلاث ثري اللي هي سيمي بيرونس سيمي تندينوسس والبايسبس بالميديال روتيشن بس السيمي بيرونس وسيمي تندينوسس تشترك البايسبس ما تشترك وياها يعني البايسبس يسوي لها لاتر روتيشن واضح؟ فاللي يحركناها بس سيمي بيرونس وسيمي تندينوسس بالاضافه الى الجراسيس وساتس ملاحظة يقول لك lateral and medial rotation can only occur when the knee شنو؟ in an in, inflexed position يعني lateral and medial rotation can only occur عندما يكون الني in وضعية inflection نقدر نسوي medial and lateral rotation إذا يكون بال extension position صعب ما يكون ما يكون ما عندي medial and lateral rotation في medial and lateral rotation of the knee joint only produce when the knee joint in inflection position if the knee joint is not flex the medial lateral rotation occur at the hip joint يعني has من يصير عندي اذا كانوا ال knee a was position can produce the medial lateral rotation at the knee joint بس اذا كان knee in extension position يصير عندي medial lateral rotation of the limb حتكون على hip joint ما راح تكون على knee joint لهنا هنا خلصت المحاضره شكرا لكم وشكرا الى مبارك